طيب الآن نحسب المحرك على أساس أنا ما بدي أطول، فجهزت كل شيء وكتبت كل شيء. السؤال بيحكي عندنا محرك تأثيري 3 فاز 48 مجرى سرعة 1400 دورة، احسب خطوط اللف له. طبعا القانون هذا هو اللي هو 2/3 ضرب عدد المجاري تقسيم عدد الأقطاب. طبعا بيكون مكتوب، يعني انتو هون انا مش عارف اكتبه فوق بعض، فبكون عدد المجاري وهون هيك خط تحت عدد المجاري، وعدد كلمة عدد الاقطاب هاي بتكون تحت عدد المجاري، فبالقسمة يعني. فهيك انا بس مش عارف اكتبها على اساس انه بس تفهموا كيف، لانه هون بدي يصير في اختصار عنا. طبعا عدد الاقطاب هاي 2/3 زي ما هي، 2/3 من القانون ضرب عدد المجاري اللي هو 48 مجرى تقسيم عدد الأقطاب الحقيقية اللي هو 2. احنا عندنا المحرك 4 أقطاب تأثيري، عندنا قطبين حقيقية وقطبين بالتأثير، فاحنا بنحسب على الأقطاب الحقيقية الموجودة. طبعا موجود عندنا قطبين حقيقيات فبنقسم على 2. هون عندنا 2 بنختصرها على 2، 2 تقسيم 2 فيها بواحد هون وهون فيها بواحد، بنختصرهم مع بعض بضل عندنا 3 منقسمها على 3 ومنقسم 48 على 3، فبطلع عنا 16. هاي 16 بتكون هي خطوة الملف الكبير، فإذا خطوة الملف الكبير بتكون من 1 إلى 16. خطوة الملف الكبير بتكون من 1 إلى 16. الآن إحنا عرفنا خطوة الملف الكبير، فالآن يعني طلع معانا مثلا المجموعة ملفين، بكون عندنا خطوة اللف الكبيرة من 1 إلى 16 والثانية بتكون من 1 إلى 14 أصغر. فالملفات اللي بتطلع معانا الآن في هاي العملية الحسابية بتكون خطوتها أصغر من 1-16، لأنه هاي خطوة الملف أكبر ملف في المجموعة وباقي الملفات بتكون أصغر منها طبعا. طيب احنا عشان نعرف عدد الملفات للمحرك أو للمجموعة لازم نحسب عدد الملفات الكلية الموجودة في المحرك. عدد الملفات الكلية الموجودة في المحرك في التأثيري قانونها بقول انها نص عدد المجاري، نصف عدد المجاري. ليش؟ لانه الملف احنا عندنا دائري، الملف دائري فهو جانبين له، جانب بدخل في مجرى من هون وجانب بدخل في مجرى من هون. يعني مثلا الخطوة 1-16، ليش احنا بنحكي من 1 إلى 16؟ يعني جهة من الملف تدخل في مجرى واحد والجهة الأخرى بتدخل في المجرى رقم 16، فإذا كل ملف بيحتل مجريين، لذلك عدد الملفات كاملة في المحرك بتكون بنصف عدد المجاري، لأنه كل ملف بأخذ مجريين. فإحنا عندنا 48 مجرى ضرب نص، 48 مجرى ضرب نص ساوي 24 ملف في المحرك بالكامل، 24 ملف. طيب والآن بدنا نشوف كل فاز كم ملف فيه، كل فاز كم ملف فيه. بنقسم عدد الملفات الكلية هاي على 3 فاز على أساس نعرف كل فاز كم ملف فيه. عدد الملفات الكلية على تقسيم عدد الفازات اللي هو بيطلع معانا 8. 24 ملف اللي هم ملفات الكلية تقسيم 3 فاز تساوي 8 ملفات لكل فاز. كل فاز عندنا في 8 ملفات. تمام. الآن كل فاز عندنا في 8 ملفات، وإحنا عندنا مجموعتين في الفاز لأنه تأثيري زي ما حكينا، مجموعتين في الفاز. إذا هاي 8 ملفات بنقسمها على مجموعتين على أساس نعرف كل مجموعة كم ملف فيها. بطلع عندنا 8 تقسيم 2 يساوي 4 ملفات لكل مجموعة. 4 ملفات لكل مجموعة. الآن حددنا إحنا المجموعة عندنا 4 ملفات، فالآن بنستطيع نعرف خطوة اللف للمحرك بالكامل، بما إنه إحنا بنعرف الخطوة الكبيرة وحكينا باقي الملفات بتكون خطوتها أصغر من الخطوة الكبيرة، فإذا بتكون عندنا الخطوة مدامها 4 ملفات بالترتيب التالي من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12 ومن 1 إلى 14 ومن 1 إلى 16. هاي هي خطوة اللف للمحرك 1 إلى 10، 1 إلى 12، 1 إلى 14، 1 إلى 16. لاحظوا انه باقي الملفات كلها اصغر من
خطوة، 1-16 اللي هي حكينا أكبر خطوة. طيب الآن عشان نقدر نلف، يعني عرفنا المجموعة وخطوتها، على أساس نقدر نلف الآن بدنا نعرف من وين بيبدأ الفاز أو من وين كل فاز بيبدأ، فبدنا نحسب المسافة بين فاز وآخر على أساس نعرف نسقط المجموعات. وعشان نعرف إحنا المسافة بين فاز وآخر، لازم نحسب المسافة أو البعد بين مجريين، لأنه قانون المسافة بين فاز والآخر بقول 120 تقسيم البعد بين مجريين. فإحنا لازم نحسب البعد بين مجريين أول على أساس إنه نعرف نحسب المسافة بين فاز وآخر. القانون تبع البعد بين مجريين بقول 180، طبعا رقم ثابت، 180 ضرب عدد الأقطاب الحقيقية، كلامنا دائما على الحقيقية، 180 ضرب عدد الأقطاب الحقيقية تقسيم عدد المجاري. طبعا وعندنا في المحرك 180 زي ما هي من القانون الثابت ضرب عدد الأقطاب الحقيقية 2 تقسيم 48. طبعا 2 ضرب، نبدأ في الضرب، 2 ضرب 180 يساوي 360 تقسيم 48 ويساوي 7.5. هاي اللي هي البعد بين مجريين. طبعا الآن نحسب المسافة بين فاز وآخر بالقانون اللي حكينا عنه برضو 120، اللي هي 120 درجة، اللي هي بين فاز وآخر، درجة بين فاز وآخر 120 تقسيم البعد بين مجريين. فعندنا 120 تقسيم 7.5 تساوي 16. إذا 16 مجرى بين فاز وآخر، بين كل فاز وفاز لازم يكون في عندنا 16 مجرى. هذا الكلام بيعني إنه الفاز الأول بيبدأ في رقم، في مجرى رقم 1، الفاز الثاني بيبدأ في مجرى رقم 17، لازم يكون بينهم 16 مجرى زي ما حكينا، والفاز الثالث يبدأ في رقم 33. والآن نقدر إحنا عرفنا المسافة بين الفاز والفاز وعرفنا خطوة اللف، الآن بنقدر إنه إحنا نرسم المحرك بكل سهولة إن شاء الله. خليكم معنا إن شاء الله رح نرسم المحرك مع بعض. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.